السلام عليكم، اشوفك انتم مزيانين، كلشي بخير، صحة لاباس، نتمنى تكونوا كاملين مزيانين. المهم اليوم جبت نعمل الدجاجة وبواحد الطريقة اخرى محمرة وبطريقة اخرى كتجي مزيونة ولذيذة وواعرة. والدجاجة اخترت هاد الصوفر، هادو كيكونوا واعرين ولدادي احسن من ديك بويوت، هادو كيعلفوا الذرة وكيكونوا ولدادين تقريبا في حبلديين ماسو مينوس، ولكن احسن من اخرين نورمال. ولدادين هادا اخرين بزاف اللي كيكبروا في شهر. المهم عندي هنايا اللقامه اللي غادي نخلط وغادي نعملها هنايا، انتما تشوفوا عندي هنايا هذا سكنجبير، خرقوم، جوزه، ديبزار، ملح، كوري، فلفل حمار حر، الاباكا يابسه، وهادو ديال وقرفه، وهادو ديال الدجاج كيتباعوا هنايا في السوبر ماركت في المغرب، عندهم يكونوا كاينين اخرين، هادو معمولين غير نجداد محمر، ها هما فين هما، تا هما غادي نعملهم. وعندي هنايا الزبدة مع الشبا، إذا شفتوا الفيديو اللي قبل دابا نزلتو ديال التشوليتاس كنت عدلت هاد الزبدة، تما شوفوا الفيديو إذا بغيتو وتعرفوا كيفاش كتعدل ساهلة مهلة. صافي دابا هنجوز نشوفو نعدل دابا هادشي كامل خويا هنايا شوية شوية، قول معلقة صغيرة هايداك من الحاجة، نعدلو الخلطة ديالنا وديك الساعة ندوزو نعملوها في الدجاجة ديالنا. هانتوما كتشوفو عملت اللقامات كاملين، ونسيت ما قلتلكم نسيت شويه د المعدنوس يابس، ما كانش يابس، نعملو شويه د المعدنوس طري ماشي مشكل. ها هو دابا نعملو له الزيت، نزيد له شويه د الزيت، هي كنحركو هادشي كامل مزيان. دابا كتلاحظو معايا هاد الخلطه هادي غتمشي في وسط الدجاجه، يعني دابا اللي غادي نعمل هي غنحاول نخوي لها الجلده هيدا اللي غتمشي لنا في وسط من هادي ديالنا، فوالا كامل نحاول ندوز عليها هيدا بيدي ومن تما ديك الساعه نعمروها. هانتوما كتشوفو دابا كاملة خويتها، دابا غادي نبدا نعمر. هاد الزبدة إذا كتلاحظو نقشيها هي هنايا، كل مطعم نقشي طريف، فوالي هيدا شي هنايا، تا مذاق رائع في الخيطة تا هي شي وحدة هيدا، صافي نعمل هاد التسيفيحة هنايا، وهاد الليمونة. دابا نربطها مزيان وديك الساعه غادي نوريكم كيفاش نعملها. هانتوما كتشوفوا اخوتي دابا زيد معاها شويه الخضيره هيدا، غنملها غير بصل وبطاطا، شويه بطاطا هنايا هيدا طيب معاها، وشويه د الماء، كثير هاد الماء يجي دابا ترخي، غنعمل هذا ديالها الماء ديالها، شويه د الزيت العود، صافي دابا غادي نعمل لها كاغي ديال الفران، نغطيها من بعد نعمل لها بابي الومنيوم، نغطيها مزيان ونخشيها في الفران ان شاء الله، وملي تخرج نشوفوها ان شاء الله. ومن بعد نعمل معها الروز، نقدم معها الروز مع هاد البطاطا والروز، واذا بغيتو اي خضره اخرى تاتوما كل واحد على حسب الذوق ديالو يعملها. ها انتما كتشوفو كفلنا باباها، صافي ما عندها فين تهرب، دابا مغلفه مزيان ما عندها فين يخرج الهواء، صافي دابا فران ان شاء الله على 200 درجة هيداك، نار هادئة، وهي هي تمايا شحال مدتنا، جوج ساعات جوج ساعات ونص، ديك الساعة نخرجو ان شاء الله نعملو الروز ديالها وغادي تشوفوها.
وانتم اخوتي في كتشوفوا في الاخر ها هي محمره مع راسها. الروزه هو في نوع عاوتان، شوف قليته مع زيت العود شويه د الابزار وزير طري صافي مع الصوجا. شوف كيف كيجي واعر، كل حبه مفسوخه على اخرى. وهنا انتما كتشوفوا كيتيب زبيده، شوف العظم كيخرج بوحدو، شفتو يتحدي كيتحل خليتها كطيب تقريبا شي 5 ساعات عندي الوقت وصافي. انتما شوف، نتمنى تعجبكم وتهلاونا فراسكم، وشكرا على التشجيع ديالكم. الله يجزيكم بخير. السلام عليكم.